بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: بسم الله، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محاضرتنا عن Study Notes on Medical Legal Aspect of Child Abuse. At the end of this unit, student will be able to definition of child abuse, understand the alarming criteria and evaluation of child abuse, understand the medical legal principle of physical and sexual child abuse, document a case of child abuse, know the different types of sexual assault, know the investigation of a case of rape, know the investigation of a case of sodom. What is child abuse? Child abuse اللي هو الإساءة للطفل، يعني causing or permitting of any harmful or offensive contact to a child's body and any communication or transaction which humiliates, shames or frightens a child. يبقى اني اسمح بحدوث اذى للطفل او اتعامل معاه بطريقة تنتهك حريته او تخجله او تخوفه. is a common condition in children and carries a significant morbidity and mortality. حاليا فعلا بنشوف حالات كتير للchild abuse. ممكن يجي لنا الطفل بحالة مرضية او بتصل ان ممكن يجي لنا جثة هامدة، لان الكونديشن ده ما عادش uncommon، لا بقى موجود بكثرة حواليه. types of child abuse. عندي physical type child abuse and psychological maltreatment include neglect and sexual abuse. طيب انا لو جالي حالة في المستشفى اتعامل معاها ازاي؟ احنا عارفين ان الدكتورز have an important role in، الدكتور مسؤول عن recognition the case, diagnose the case and management of child abuse. تمام؟ طيب بالنسبة لأول حالة من حالات child abuse اللي هو non-accidental injury inflicted or allowed to be inflicted to a child by parents or caretaker. يعني non-accidental injury، الطفل معروف ان هو دايما يتعرض لحاجات عرضية، اصابات عرضية، انما لما لاقي اصابة غير عرضية واتعملت للطفل من قبل الاهل او المهتمين او المربي الخاص بالطفل، يبقى انا هنا في حالة physical abuse. طيب الكتب بتقول ان injury includes tissue damage beyond erythema or redness from a slap to any area other than hands or buttocks. ده يعتبر physical injury. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل اللي مسموح به في العقاب ان انا اخبط خبطة خفيفة على الايد او الباتوكس تعمل لي just erythema خفيفة، ده اكتر من كده هيبقى physical injury. طيب زي ما انا قلت الدكتور مسؤوليته انه يتعرف ويدايجنوز ويمانجمنت ذا كيس، يبقى لازم اعرف يعني ايه evaluation of a case of child abuse. as the beginning from the history، انا باخد الهيستوري من البيرنتس او الكيرتيكر ومن الطفل، كل واحد separately باخد منه الهيستوري عشان اعرف في تضارب في الهيستوري ولا لا. الحالة اللي انا شاكة فيها بعملها complete physical examination to assess the injury. لازم اعرف الانجري ده اللي اتعمل ازاي، الميكانيزم بتاعه، الايج بتاع الشايد عشان اعرف الايج مناسب ولا لا، احاول اجيب تفسيرات ميديكالي للانجري، وبعد كده ادسايد the plan of treatment. طيب ممكن اعمل investigation، لازم طبعا اعمل laboratory and radiologic investigation علشان اول حاجة assess the injury، تاني حاجة اشوف في اي injury beyond الحاجة اللي بينالي ولا لا. يعني بعمل lab testing لحالة الطفل، وفي نفس الوقت مثلا بعمل lab اشوف في اسباب للبون fracture ولا لا. كذلك بعمل راديولوجيك اكزامينيشن، لو كانت الاصابه في الشيست بعمل برضو للابدومن تحسبا ان يكون في انجري في الابدومن كمان.
بعد كده بعمل سايكولوجيكال سبورت للطفل دوت، ما بسيبوش كده، بحاول اعمل له نوع من انواع الطمأنينة للطفل. بعد كده لازم اهم حاجه عندي الفيزيكال دوكيومنتيشن، ان انا احافظ على حق الطفل باني بعمل دوكيومنتيشن للايفيدنس اللي قدامي وبسجل. في سبجكت مهم جدا اللي هو alarming criteria for suspecting child abuse. يعني ايه؟ يعني الدكتور في المستشفى لما يشوف طفل متعرض لاي اصابه، في alarming criteria، بعض الخواص او بعض الكاركترز اللي بتخليني اهتم بالchild ده واقول لا دي مش اصابه عاديه، دي اكيد حاله child abuse. الالارمنج كرايتيريا دي ممكن ناخدها اول حاجه من الهيستوري. مجرد ان انا اسمع الهيستوري ممكن يبدا عندي نقوص الخطر ان الحاله دي فيها مشكله. زي ايه؟ ان انا اشوف في الهيستوري فيج اور نو هيستوري تو اكسبلين انجري. يعني بسمع قصه والاقيها مش بتفسر لي خالص الانجري اللي قدامي، الولد وقع من على السجاده وانا لاقيه مثلا جاي لي بسيفير هيد انجري او معاه مالتيبل انجريز، او يقول ما لما وقعش اصلا، فده كده فيج اور نو هيستوري تو اكسبلين انجري. تاني حاجة different stories، يعني اسمع قصة من الطفل غير قصة من الاب، غير قصة من الكيرتيكر، غير قصة من الجيران، فعندي different stories تخليني اشك ان الحالة كده ما هيش اصابة عادية. تالت حاجة parents are indifferent to child discomfort، يعني الاقي ان الاهل جايين او الناس اللي جاية مع الطفل مش مهتمين او لحالة الطفل، وده مش الطبيعي. الطبيعي ان انا لو ابني هبقى مرعوبة عليه او خايفة انه يتعرض لإصابة. رابع حاجة parents blame the child or another child for the injury. انا هنا بلاقي ان الاهل جايين على طول بيلوم الطفل، اصله شقي، اصله وقع، اصل يعني دايما يرموا الـ 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 الاصابة دي على ان الطفل هو السبب. خامس حاجة no explanation for delay in care. طيب انتوا تأخرتوا ليه عما جبتوا الولد؟ ما فيش تفسير. طيب انتوا ليه ما جيتوش على طول؟ ما فيش تفسير، وده طبعا مش نورمال. تاني حاجه في الالارمين كرايتيريا ممكن اخدها من الاكزامينيشن. يعني ايه؟ يعني وانا بفحص الطفل ابدا بقى اشك ان الامر مش طبيعي. زي ايه؟ اول حاجه ان كوردينيشن بتوين ذا ايفيدنس اوف ميجور انجريز وذ هيستوري اوف ماينور تروما. يعني انا بقى سمعت منه في الهيستوري انه هو وقع وقعه خفيفه، اجي ابص في الاكزامينيشن الاقي عندي ميجور انجريز او مالتيبل انجريز، يبقى ده مش ماشي مع الهيستوري. تاني حاجه سبيسيفيك باترن، يعني اتقال لي ان هو وقع وابص الاقي فيه اثار ضرب بالحزام، اثار ضرب بالحبل، او باترن بيرن الاقي محروق بحاجه معينه، مكوى، سيخ حديد او وات ايفر. طب هما ما جابوش سيره الكلام ده. تالت حاجة injury inconsistent with age of the child is a critical point. النقطة المهمة قوي ان انا اشوف طفل صغير مثلا سنتين او ثلاث سنين والاقي الانجري اللي معمول اصابة ضخمة كبيرة، ما ينفعش الطفل يضرب نفسه بالعصاية الضخمة دي او يحرق نفسه بالمكوى، فده مش ماشي مع الايدج بتاع الشايلد. رابع حاجة injury in area not common for routine childhood trauma، يعني الإصابة بتاعت الطفل الطبيعي اللي بيمشي ويقع بتبقى في الفورهيد، بتبقى في الشن، بتبقى في الني، بتبقى في القلب، انما لما الاقي اصابه في الاوكسيبتال بارت بتاع السكال او الاقيها في الباك او الاقيها في الباتوكس، ايه اللي هيوصل الطفل للباك؟ وبالتالي يبقى هنا الانجري مش كومن روتين تشايلد هود تروما. خامس حاجة الانجريز different stages of healing او multiple او repeated او combined، انواع مختلفة. كل الكلام ده يبقى فيها حاجة بتتكرر، يعني الاقي كذا انجري، حرق مع اصابة physically، او الاقي مثلا old fracture مع recent fracture، كل ده معناه ان في repeated action، الطفل ده بيتعرض باستمرار للاصابة. ليه؟ يبقى اكيد ده child abuse. الالارم كرايتيريا ممكن ناخدها من الانفستيجيشن، يعني بعد ما سمعت الهيستوري، بعد ما عملت فحص، ابدا اعمل انفستيجيشن عشان اشوف سبب للاصابه اللي قدامي.
الاقي نو ميديكال اكسبلانيشن فور انجريز باي لاب تيست، يعني الطفل عنده فراكشر بون كتير وبيتكرر، فبعمل له مثلا كالسيوم ليفل او وات ايفر عشان افسر هل عنده باثولوجيكال فراكشر، هل عنده سبب للفراكشر ده مرضي ولا لا. لو ما لقيتش يبقى هنا ده اصابه فيزيائيه او تعرض الطفل للاساءه. تاني حاجه في كرونيك ديزيز بتسبب لي الاصابات اللي باينه قدامي، طيب بدور عليها، بشوف اللاب ايفيدنس للكرونيك ديزيز دي، بشوف هل في سبب لحدوث اكيوت اتاك للديزيز ولا لا بالفحص. تالت حاجه انسيدنتال فايندنج، يعني ممكن اعمل زي ما انا قلت شيست فيلم علشان اعمل اكس راي على الشيست علشان مثلا الطفل جاي بفراكشر ريب، وفي نفس الوقت اديسكفر ان في ريب هيلد ريب فراكشر وما جابوش سيرته ولا قالوا عليه، يعني ده معناه ان في فراكشر ريبس مع اولد ريسنت واولد فراكشر ريبس. بالانفستيجيشن كمان ممكن ما الاقيش ايفيدنس اوف بون ديزيز زي ما انا قلت، اعمل سي تي ام ار اي الاقي هم جايين بسنجل تروما، الاقي ان في مالتيبل تروما، في شيست في ابدومينال تروما، في هيد انجري مع شيست مع ابدومينال تروما، في مالتيبل انجريز للطفل ده. الالارم كرايتيريا دي مهمه جدا، لازم ابقى دقيق كدكتور في مستشفى او في وحده صحيه لما يجي لي طفل بالشكل دوت ما عنديهوش، ولازم ابلغ عشان حفاظا على حياه الطفل ده. طيب نتكلم بقى على اول بوينت، احنا افكركم تاني، احنا قلنا التشايلد ابيوز، في فيزيكال ابيوز، في سايكولوجيكال مالتريتمنت انكلود نيجلكت، وتالت حاجه في سيكشوال ابيوز. اول بوينت والكومن هو الفيزيكال ابيوز، والكومن سب تايبس من الفيزيكال ابيوز هو البروزس، عندنا انواع هو البروزس، بيرن، سوفت تيشو انجريز، فراكشرز، هيد انجري، وفي نوع من انواع السندرومز المرضي اسمه مانشستر سندروم باي بروكسي. هنتكلم اول حاجه عن البروزس. This is a common condition، زي ما انا قلت ده الكومنست كونديشن في الفيزيكال ابيوز هو البروزس، والبروزس زي ما قلنا هو بقع، دخلناها في الوند قبل كده انها بقع زرقاء لو ريسنت موجوده على الجلد. طيب هل معنى كده ان كل ما اشوف بقع ده اكيد اصابه وده ابيوز وكلام من ده؟ لا، لازم الاول اعرف الديفرنشال دايجنوست، ان ممكن تكون البروزس دي ريكرنت اكزيما او انفكشن او بيربرا اللي هو هيماتولوجيكال ديزيز بلاد ديزيز، يعني يبقى لازم اعرف الديفرنشال دايجنوست علشان اكسكلود الحاجات المرضيه واركز في الحاجات الابيوز. طيب انا مطلوب مني ان انا اعمل ديتنج للبروز، هو مش مهم بس على الاقل اقول ان في اولد وفي ريسنت، يعني لو جايه لي زرقاء البقعه ده حاجه ريسنت، معاها واحده صفراء او جرين يبقى ده حاجه اولد، يبقى في ريبيتد بروزز. الكالر برضو مش هقدر احكم عليه قوي لان الكالر هيختلف باختلاف لون السكين بتاع التشايلد، فمش هقدر احكم قوي على الكالر بتاعه. بعد كده الديستريبيوشن والباترن بتاع البروزس ده مهم قوي، لان هو ده لو لقيته في الباك يبقى ده حاجه معموله للطفل، لو لقيته في الفرونت وفي الاماكن الكومن اللي هو الروتين بيتخبط فيها يبقى ده مش ابيوز وده طفل شقي وبيقع. تمام. بعد كده نتكلم على الباترن بروزس، يعني ايه باترن بروزس؟ يعني بروزس متعلمه بحاجه، الاداه اللي استخدمت في احداث البروزس سايبه اثر. ايه الاداه اللي ممكن تستخدم في احداث البروزس؟ عندي الهاند، عندي الاسنان، عندي انسترومنت او اله. طيب اول حاجه الهاند ممكن تعملي بروزس ازاي؟ على حسب هستخدمها ازاي. لو استخدمت الفينجر تيب الاطراف بتاعه الصوابع، لو انا بمسك الطفل بعمل برجه او بعمل له سكويز هلاقي ان في التيب بتاع الفينجر سايبه اثر على جنبين الطفل، واللي هي عباره عن راوندد بروزس. طب لو استخدمت الايد كلها في صورة سلاب بضرب الطفل على وشه هلاقي ان في linear spaced parallel mark in the shape of hand، يعني الصوابع سايبة اثر linear وممكن تبقى الايد مفتوحة يبقى في space بين parallel mark دي.
ولو مضمومة يبقى خلاص مش هتلاقي السبيس ده. طيب لو انا مسكت طفل بعمل له بانشنج يعني بالعقل الصوابع النكلز دي وبضربه بيها، الاقي راوندد لينير كونسيستنت ويز ذا نكلز يعني عقل الصوابع. طيب بنشنج لو همسك اقرص انا بقرص بيه صابعين فلاقي تو سبيست ديسكريت كريسنت شيبد ويز سنترال كليرنج، يعني انا عندي النقطتين مدورين بينهم مسافه فاضيه، اللي هو لو جربنا كده القرص هنشوف الاثر شكله ايه. الهاند ماركس، بعد كده البايت ماركس. خدنا البايت ماركس قبل كده في الايدنتيفيكيشن، المفروض ان المارك دي ميد باي تيس لوحدها، او لو هستخدم اللبس كمان هتسيب اثر بالماوس بارت. طيب المارك لو شفت الماركس دي هتفيدني في ايه؟ لو عملت لها جود انسبكشن وميجرمنت للليجن هتفيدني في الايدنتيفيكيشن، لاني هعرف النمبر اوف توث مارك كان ديتيرمن اف ذا بايت از هيومن اور انيمال ادلت اور تشايلد، هل هي سيلف انفليكتد بالطفل ولا هي ابيوسيف حد عملها له. برضو بتديني فكرة عن الايج، لان لو شفت الانتركاناين ديستانس اوف 3 سنتيمتر اور مور ده انديكيت ان البايت معمولة ببيرسون اكتر من 8 سنين. لو كانت لسه ريسنت وقدرت اخد سواب مسحة ليها من الريزيدوال سلايفا ممكن اتعرف على الشخص البربتريتور اللي عاملها. مهم جدا لما اشوف بايت مارك على ايد الطفل ان انا اصورها جود كواليتي فوتوغراف في وجود ريجيد اللي شيبد ميجرنج رول اللي هو السكيل، يعني بحط مسطره لها طول ولها عرض بحيث ان انا احدد الديستانس، يعني الصوره اللي قدامكم دول لو شفتوها مانيش عارفه المكان فين ومانيش عارفه المقاسات ايه، ممكن اخد المقاس مختلف لو انا كبرت الصوره ومقاس اصغر لو انا صغرت الصوره. ايه اللي هيحافظ على الديستانس والمسافات والميجرمنت؟ ان انا احط سكيل المسطره، طبعا خلاص 2 سم في صوره كبيره هي 2 سم في صوره صغيره، يبقى لازم احط مسطره جنب الصوره قبل ما اصورها جنب الحدث قبل ما اصوره علشان اقدر اجيب الابعاد مظبوطه. تالت حاجه انسترومنتال مارك، انسترومنتال او امبلمنت مارك، يعني حاجه مطبقة، حاجة طبقتها بآلة على جسم الطفل. أمثلة للآلة الحزام البيلت، ده عادة بيتضرب بيه فهتبقى بشكل الحزام، ألاقي البروزس ألاقيها لينير وبارلل. ممكن يتضرب بستيك عصاية برضو على حسب السكنس بتاع الستيك هيسيب أثر، بيبقى بارلل سايدد مارك. طيب لو اتضرب بشوز يعني كيك اترفس كده او خد شلوت بالشوز هلاقي شكل الشوز ويدج شيبد بروزز. ليجيتشر يعني حبل تخين بقى برضو شكل الحبل، ولو كريس كروس ولا شكل الحبل والرسمة اللي عليه هتسيب اثر ويل ديماركيتد باند بارشلي اور فولي انسيركلينج ليمبس، يعني دايما الحبل وانا بضرب بيلف حوالين ايد الطفل بيلف حوالين وسط الطفل وبالتالي بيبقى encircling the limb. بعض الصور توضح لي يعني لو الرود زي ما احنا شايفين كده في اول صورة على اليمين، لو هستخدم العصاية او الرود السكنس بتاعها هتسيب الاثر وهتبقى linear بشكل الاداء. الصورة اللي بعدها ده الحزام، الحزام سايب اثر بارلل او لينير وواخد نفس السكنس بتاع الحزام، وحتى التوكة سايبة اثر زي ما احنا شايفين فوق. طيب تحت خالص الشوز، ادي كيك بالشوز واحد دايس على ظهر واحد بالشوز سايبة اثر بالظبط ويدج شيبد او نفس شكل الشوز على ظهر الشخص. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اول حاجه في الفيزيكال ابيوز اللي هي البروزيس، تاني حاجه اللي هي البيرن. البيرن دي اشكاله كتيره قوي، يعني بيرن زي سكولد اللي هو بميه ميه او سائل سخن يعمل لي سكولد بيرن، كونتاكت بيرن يعني سخنت معلقه وحرقت الطفل، سخنت عصايه حديده وحرقت الطفل، ده الكونتاكت بيرن او دراي بيرن. في كروسيف بيرن اللي هو يدلق عليها حاجه كاويه،
فاير بيرن اللي هو بالثقاب بالكبريت، هولع كبريت وحرق الطفل، دي صور البيرن. طبعا اللي فوق ده الصورة الفوقانية ده شكل كروسيف بيرن، أمثلة توضيحية للبيرن ممكن يكون بالسيجارة زي الصورة اللي فوق، أو بيكون بالمكوى أو أي أداة زي اللي تحت. كومن أو السيجارت بيرن، ودي يا إما انفليكتد دايركت يا إما أكسيدنتال. يعني إيه؟ يعني الطفل بيجري جنب أبوه وهو مولع سيجارة خلاص اتلسع، دي اكسيدنتال. طب هعرفها ازاي؟ هتبقى سوبرفيشال وهتبقى irregular وهتبقى مجرد إريسيما وهلاقيها لها تيل لان الطفل مسح السيجاره وهو بيجري. اما لو كانت indirect اللي هي مقصوده، لا دي ويل ديماركيتد سيركولار او اوفال. تاني حاجه ده متك قوي عليها، تبقى رولد ايدج ويز كريترد سنتر، عامله زي فوهه البركان، ودي طبعا هتبقى intended مقصوده. طيب الالكتريكال بيرن بتحصل برضو ان هو دي بقى في الاجرام الشديد قوي، ان هو يجيب سلك كهرباء ويلسعه، ودي هتبقى ديب وهلاقي عندي فتحة دخول وفتحة خروج للكهرباء. والكومن قوي والمهم اللي هي اميرشن بيرن، اميرشن بيرن اللي هو الغمر، غمر الطفل في مية سخنة، دي قمة بقى القسوة. يعني دي بيبقى dipping the child up to his waist with reflex flexion of the leg, sharp line of demarcation around the waist and symmetrical burn of extremities sparing the knees, popliteal fossa and inguinal region. يعني الصورة دي توضيحية، الطفل بيتغمر في سنك حوض في مية، المية طبعا لها خط مستقيم، فبالتالي بتعمل لي linear demarcation على جسم الطفل ما بين الهيلث سكن والبرنت سكن. بعد كده الطفل طبيعي لأول ما يتحط في المية هيبقى عنده ريفلكس عشان يحمي نفسه اللي هو فليكشن للنيو، فنتيجة من الريفلكس ده بلاقي عندي البوبليتيا الفصة ما فيهاش حاجة، ساعات بيهم بوستو يبقى الباتوكس ما فيهوش حاجة. وزي ما شايفين في الصورة التوضيحية ان عندي لاين اسمه ارياز محروقة وارياز لا، وهو ده نتيجة للريفلكس دوت. الميرشن بيرن زي ما واضح في صورة الهاند دي اللي هي دي، عندنا اللاين اوف ديماركيشن اللي هو ما بين هيلث سكن وما بين البرنت سكن. احنا كده اتكلمنا عن ايه تاني؟ اتكلمنا عن البروزز، اتكلمنا عن البيرن، ودي الاذر سوفت تيشو انجريز. اذر سوفت تيشو انجريز اللي لسه ما اتكلمناش عنه، سب جاليال هيماتوما، خبطة على فروة الراس او خبطة حوالين الماوس او خبطة حوالين العين، هو ده الاذر سوفت تيشو انجري. سب جاليال هيماتوما يعني ايه؟ لو اتخبط على السكالب، احنا عارفين السكالب ريتش بالبلاد فيزلز، فبالتالي خبطة جامدة على دماغه هتعمل لي بوجي سويلينج، تجمع دموي في فروة الراس بيبقى شكله بوجي مكلكع. ولو انا عملت هير بولينج بشد الطفل من شعره ممكن الاقي اريا اوف الوبيشيا، يعني حتة متقطعة من شعره في الراس. طيب انجري للاي هتبقى ايه؟ سب كونجكتيفال، لو اتخبط خبط على عينه هيبقى سب كونجكتيفال هيموريج، الاقي السر، الاقي رابشر جلوب، ريتينال هيموريج، اي انجري لخبطه شديده على العين ممكن تظهر وتبقى واضحه. طب الماوس، الماوس يا اما الخبط على يعني خد قلم على بقه او اتخبط ب مثلا كتاب على بقه، هيحصل لي بروزس ولاسيريشن لللبس، ابريجن اراوند ذا ماوس، لاسيريشن للبالت او الفلور اوف ماوس. ممكن الاقي من الخبطه دي تيس فراكشر، اسنان مكسره. رابع حاجه بعد البروزس والبيرن والسوفت تيشو انجريز فراكشرز، طفل هيجي لي بفراكشرز، وقلنا في روتين فراكشر ان الطفل عادي بيقع ويتكسر، وفي ابيوسيف فراكشر. الابيوسيف فراكشر دايما الايدج بتاع الشيلدرن اللي بيجي لنا بيبقى اقل من سنتين. ده اوكلت فراكشر، يعني حاجه مخفيه، مش هيجي الاب ويقول او الشخص اللي جاي مع الطفل ده عنده فراكشر، لا انا بكتشفه. فدايما الاقيه ميتافيزيال، احنا عندنا البون ايبافيسيس دايافيسيس ميتافيسيس، ده دايما بيبقى ميتافيزيال. بيبقى سبايرال فراكشر، يعني ايه؟ يعني وانا بعمل تويستنج لايد الطفل ولا رجل الطفل بيبقى سبايرال زي ما هنشوف له الصوره دلوقتي.
وكمان الريبس بتبقى لو هعمل سكويزنج للطفل او همسكه جامد وارجه الاقي بوستيريور ريب فراكشر. طيب اقدر افرق ما بين الاكيوت فراكشر والهيلينج فراكشر؟ ايوه، الطفل لو جاي لي ولسه مكسور الاقيه بيعرج ليمبنج او مش قادر يمشي على رجله كويس، بمس رجله الاقيه صوت، يبقى هنا اكيوت فراكشر. اما الهيلد فراكشر ده بكتشفه مع الاكزامينيشن بايدي، بلاقي كالكوع تحت ايدي في العظمه، ده اللي اسمه قلص فورميشن، لان العظم لحم بطريقه غير سليمه فعمل لي كالكوعه عظم، او بكتشفه لو في الريبس مثلا بالاكس راي الاقي فيه كالكوع على الريبس انه حصل فراكشر وهيل دلوقتي. طيب الهيد تروما، خامس حاجه الهيد تروما، وده الكومنست كوز اوف ديث في حاله الشايلد ابيوز. الطفل لو وقع على من مسافه اقل من متر ونص ممكن يحصل سيمبل سكال فراكشر، لينيال فراكشر عادي جدا. نون اكسيدنتال تروما ماست بي سسبكتد ان مالتيبل كومبلكس اور اوكسيبتال فراكشر. لو جالي طفل وعنده تروما في الاوكسيبت خلفيه الراس، او عده تروما في الدماغ شامله كذا حاجه، او كومبلكس سيفير والهيستوري بتقول ان الخبطه خفيفه، ده اللي بيخليني اقول ان ده ابيوسيف ان نيتشر او نون اكسيدنتال تروما، ولازم تلفت انتباهي واهتم بيه. طيب من الحاجات المهمه قوي سندروم اللي هو شيكن بيبي سندروم، ده طفل صغير الناس بتدلع اطفالها صغيرين بانها تهزها وتهشتكها، ده ممكن يكون غير مقصود بجهل، وممكن يكون مقصود ان هو يضر الطفل او يموته. شيكن بيبي سندروم ممكن تموت الطفل، انه زي ما احنا شايفين ترياد من ثلاث حاجات خطيره، سب ديورال هيماتوما، ريتينال هيموريدج، ريب فراكشر. الثلاث حاجات دول في شده الخطوره، ان طفل صغير ارجه يوم يحصل له سبديورا الهيماتوما اكيد هيموت. طيب انا اعرفه ازاي كمان؟ ان انا فجاه لقيت الطفل فقد الوعي، او حصل له اسمه ريتابيليتي ديستريس ديب كوما، يبقى هنا الطفل دخل في مشكله، مش مجرد بهشتكه او بهزر معاه وبس. عندنا حاجة مهمة قوي اللي هي الفيميل تشايلد سيركمسيجن او الميوتيليشن اوف ذا فيميل اورجنز، ديت طبعا الختان للطفلة الانثى. الختان ده is completely forbidden by the Egyptian law، وقوانيننا بتجرم حدوث الختان، وما فيش حاجه اسمها كونسنت او موافقه للاهل. الختان للفيميل ده فوربيدن تماما. طيب القانون كبير ومكتوب لكم في المحاضره، انه بيؤكد ان سواء حدث الحدث ده تم من قبل شخص غير ميديكال غير دكتور او شخص ميديكال، الاثنين بيعاقبوا، العقاب بالسجن والغرامه، وكمان بالنسبة للطبيب او النيرس بيحصل له شطب من المهنة فترة قد فترة العقاب، وفي تجريم شديد جدا للمؤسسة اللي هيتم فيها هذا الحدث، فبالتالي القوانين كلها بتجرم هذا الحدث وبتعتبره من انتهاك لأعضاء الطفل الأنثى. سابع حاجة مانشستن سندروم باي بروكسي، وده مرض persistent fabrication of a child illness by the mother or caretaker. هنا الأم دي دايما بتبقى isolated mother، أم عزباء أو أم الوحيدة ومصابة بحالة نفسية، بتدور دايما على الاهتمام والرعاية، فمش هتعرف تلفت الانتباه غير إنها تمرض ابنها وتروح المستشفى تحظو بشوية اهتمام وترجع. فده بيقرر لما يكون الدكتور اللي بيعالج الطفل ده واحد مثلا، بيقدر يشوف ان الام دي بتيجي كل اسبوع بانتظام بحاله مرضيه شكل بالنسبه للطفل، فبيبدا ده يلفت انتباهه. يعني من الصور بتاعه السندروم ده ان الطفل بيجي مثلا ببليدنج سافوكيشن، ممكن يجي بنوع من انواع البويزنينج. الام كل مره بتتفنن في حاجه تمرض بيها الطفل، هي قصدها انها تمرضه مش تموته، وبالتالي هي حاله انكومن، ولكن مع مرور الوقت ممكن يحصل اكسيدنت للطفل ده يموت.
دي طبعا مجرمة، والطفل بيتاخد من الأم ده وبيودع في الرعاية الاجتماعية، ومش هيقدروا يعرفوه لما بيعملوا مراقبة كاميرات مراقبة في منزل الأم دي عشان يكتشفوا الأبيوز ده. برضو من الصور انها الطفل بيجي بدايرية، بيجي بفيفر او راش. كده خلصنا الفيزيكال ابيوز. قلنا في سايكولوجيكال انكلود نيجلكت او سايكولوجيكال مال تريتمنت. ايه هو النيجلكت؟ ده ذا موست كومن تايب اوف تشايلد مال تريتمنت. ات اوكيرز وين تشايلدز بيزك نيدز هاف نوت بين ادكوتلي ميت. دي احتياجات الطفل الاساسيه مش بيلاقيها، يبقى ده نوع من انواع الاهمال. احتياجاته الاساسيه تشمل ايه؟ تشمل adequate food, clothing, shelter, supervision, education. دي احتياجاته الأساسية، لو ما تلبتش المفروض في القوانين ان ده نوع من انواع الإهمال وده نوع من انواع child abuse. طب psychological maltreatment كمان include ايه؟ include ان انا convey بوصل للchild that he or she is worthless, unwanted, unloved, unworthy of attention. يعني انا كده بعرض الطفل احساس ان هو منبوذ، محدش بيحبه، محدش محتاجه، وبالتالي كده بيتعرض لسايكولوجيكال maltreatment او نوع من انواع الابيوز. Sexual abuse the involvement of a child in sexual activities that he or she doesn't comprehend. يعني الطفل داخل في activity sexually هو مش فاهمه، مش عارف ايه اللي بيحصل. ده نوع من انواع طبعا الابيوز السيء جدا. The most important determinant of sexual abuse is disclosure from the child offender and others. صعب انه يتعرف الا لو الطفل نفسه قال، فممكن يقعد سنين بيتعرض للابيوز ده وهو مش عاوز يقول او مش فاهم انه المفروض يقول لحد ما بيتعرف بعد كده. طيب انواع السكشوال ابيوز الخاصه بالطفل دي، عندي البيدوفيليا. البيدوفيليا اللي هو سكشوال اكتيفيتي ويز شيلدرن، ده هنا ده اسمه بيدوفيليا، يبقى السكشوال ابيوز ده اسمه بيدوفيليا. طب في اذر اوف سكشوال اسولت راذر ذان البيدوفيليا، يعني سكشوال اسولت خارج الطفل. احنا كده خلصنا قصة الطفل، الطفل الابيوز اللي بيتعرض لفيزيكال او سايكولوجيكال او سيكشوال ابيوز. طب في اذر سيكشوال اسولت؟ في حاجة اسمها ريب اللي هو الاغتصاب، unlawful sexual intercourse by a male with a female against her will، يعني مش واخد موافقتها. في علاقة غير شرعية بتحصل بين الذكر والانثى، هنا لو الانثى معدية الايدج بتاع الكونسنت فوق 18 سنة يبقى ده مش ريب، انما تحت الايدج اوف كونسنت هنا بيبقى ريب. في سودومي اللي هو الميل هوموسيكشوال، انال سيكشوال انتركورس بتوين تو ميلز، والاكت ده بانشبل كرايم ان بوث بارتنر. هنا ما الكونسنت لا يعتمد لا يعتد به، لان ده اصلا نوت ليجيتمايز، يعني مش قانوني الاكت ده. في حاجه اسمها بجري اللي هو انال انتركورس ويز ا فيميل. في ليسبيانيزم homosexual, female homosexual, mutual friction of a female genital organ between two females, والانكست او انسست sexual intercourse or activities with a female within certain degrees of blood relationship or within a forbidden relationship like his mother, sister, daughter, aunt or granddaughter. Consent of the female برضو is invalid. هناخد من الحالات السيكشوال ابنورماليتيز دي، هناخد الريب والصدمي عشان نعرف ازاي لو جالي حاله اعمل لها انفستيجيشن او على الاقل اخد عينات. في حاله الريب في اكزامينيشن للريب فيكتيم دان از ايرلي از بوسيبل. المفروض لو جات لي في المستشفى لو ايرلي از بوسيبل قبل ما تغتسل او تغير هدومها، ده هيفيدها لاني هاخد عينات. الاكزامينيشن بيشمل اول حاجه الكونسنت، باخد موافقه منها او من البيرنتس اللي جايين معاها ان انا هبدا افحصها واخد عينات. تاني حاجه اسجل الديت والتايم اوف اكزامينيشن علشان اي تاخير بيؤدي لطمس الايفيدنس وبالتالي هيضر التحقيق. اخد الستوري كويس قوي من الريب دي فيميل عن الاحداث بالكلمات اللي هتقولها هو اللي هكتبها برضو في تقريري عشان اقارن بين الستوريز الكتيرة اللي هسمعها، وعشان البوليس بعد كده لما بلغه يبدأ ياخد تحرياته مظبوط. بعد كده بعمل اوبزرفيشن للفيميل لما اطلب منها انها تطلع على ترابيزه الكشف، اخد بالي من الجيت بتاعها والبيهيفير،
اخد زي ما قلنا من الهيستوري ديتيلز كامله للايفنتس، ولو كان في ريزيستنس، ولو كان في دراجز خدتها او شربت حاجه، كل ده اسجله. برضو اعمل ايدنتيفيكيشن للايدج اوف ذا فيكتيم بكذا طريقه، بقى ابصمها، اخد بصمه فينجر برينت، او اخد الاي دي بتاعتها لو موجوده، اعمل اكس راي للهاند عشان احدد الايدج بتاعها. ابدا اعمل اكزامينيشن. اكزامينيشن الغرض منه اشوف هل في جنرال فايولنس على جسمها كله، في اثار ضرب، اعتداء، يعني كان في مقاومه شديده، واعمل ساين واعمل اكزامينيشن لللوكال اريا. طب الساين اوف جنرال فايولنس اشوف الكلوزس فيها تيرز او لوس اوف باتون، الاقي فيها بلاد او سيمنال ستين، بشوف البادي كله في فينجر نيل ابريجن، اشوف ضوافرها لو تحتيها ايفيدنس نتيجه انها بتخربش البربتريتور. الساين اوف لوكال فايولنس ابدا اشوف الجينيتال، اكزامين جينيتال اكسترنال جينيتاليا فور تندرنس، ريدنس، سويلنج، لاسيريشن، كولكت فاجينال ديسشارج اون اسواب تو ديتكت ذا بريزنس اوف سيمينال فلويد، ده مهم جدا في لو جات لي بدري، او اعمل بكتيريولوجيكال اكزامينيشن عشان فينيريال ديزيز. Repeated examination يعني ايه؟ يعني venereal disease و skin disease may transmit from one partner to other. So the repeated examination must be done after passing of incubation period. Pregnancy test لازم اعمله في الاول ما تيجي وبعد شوية، لان برضو ممكن ياخد وقت او يتأخر. طيب انا كده عملت اكزامينيشن للريبد فيميل. طب الاكزامينيشن اوف ذا سيمينال ستين، انا خدت عينه، طب اعمل ايه؟ السايت سيمينال ستين ممكن الاقيها على الكلوزس، على البيوبيك هير، على اليومن اوف جوه اليومن اوف فاجينا. طيب الماكسيمم تايم ان ذا فاجينا افتر كويت 7 دايز ان انا الاقي سبيرم، وبالتالي البريزنس اوف ذا سبيرم ان ذا فاجينا دازنت نيسيسري انديكيت ريسنت كويتس، لان احنا قلنا هو ممكن يفضل موجود 7 ايام كومبليت سبيرم. اعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن عشان اديتكت كومبليت سبيرم، ده مهم جدا، وفينجر برينتس دي ان ايه فينجر برينتس، ان العينات دي برضو السبيرم اللي هلاقيه ممكن اعمل له دي ان ايه اكزامينيشن عشان اقدر لو عندي كذا واحد سسبكت اقدر احدد هو مين فيه. طيب ده كده الريبد. لو الاكيوز، لو في واحد متهم وجاي لي وعاوز اعرف هو ولا لا، يعني كذا واحد متهم في القضيه وعايز اعرف هو ولا لا، لازم برضو اخد منه كونسنت. ريكورد للديت والتايم بتاع الاكزامينيشن، اخد منه الهيستوري، هو كمان اعمل له جود اوبزرفيشن للمنتاليتي بتاعته، اخد منه الهيستوري والديتيلز والاحداث عشان اطبقها مع الكلام بتاع الفيكتيم. ديتكشن للايج بتاعه، احدد الايج لان الايج اوف بيوبرتي في الميل هو 14 سنه. اكزامينيشن للستراجل، ممكن الاقي في وشه متخربش جنرالي، هدومه متقطعه، يعني حد كان في مقاومه وتعور فيها. اعمل لوكال اكزامينيشن برضو للميل جينيتال اريا علشان اشوف ابريجن او كونتيوجن في الاريا دي، واشوف هي ماشيه مع الديت اوف كرايم ولا لا. بعد كده اعمل انفستيجيشن، اخد منه بلاد سامبل وقارنها باللي انا لقيته في الفيميل فاجينا الستين اللي انا خدتها من الفيميل، اعمل لها اكزامينيشن بيوبيك هير في الميل والفيميل، اعمل له اكزامينيشن، اشوف السكشوال ترانسميتد ديزيز مهم جدا برضه. طيب ده الميل، ده بالنسبه للريب. بالنسبه للصدمي، الصدمي it may leave no sign. The act may be carefully done by using a lubricant. وبالتالي مش هلاقي أي عندي manifestation أو يظهر لي حاجة. الانفستيجيشن in case of sodomy. Active sodomist الهوموسيكشوال الأكتيف، باخد منه consent وأسجل نفس الأيتم consent، وأخد الريكورد date والtime of examination وأسمع الكومبليت هيستوري، وفي الإكزامينيشن جنرالي ولوكال، جنرال برضو عشان الستراجل وأي عينات ألاقيها على هدومه، لوكال إكزامينيشن علشان أشوف في فيكال ماتر على التيب أوف ميل جينيتال أورجان، في لوبريكانت أو سكريشن ولا لأ.
اما الباسيف سودومست بعد الكونسنت والريكورد والستوري ابدا اشوف اوبزرفيشن للشخص نفسه للهابيتوال سودومست ده، اشوف الكاركتر بتاع الجيت بتاعه لابس ايه بيتكلم ازاي، كل ده مهم قوي لانه بيعرفني هل هو هابيتوال متعود على الاكت ولا ده اتعرض لاول مره للحدث ده. والاكزامينيشن برضو نفس الكلام للفايلنس والسيمينال ستين الموجود على هدومه والفينيريال ديزيز. انفستيجيشن السواب اللي انا هاخدها انال اكزامين عشان سيمينال فلويد واللوبريكانت والفينيريال ديزيز. كده خلصنا النوع من انواع السكشوال ابنورماليتيز. نرجع تاني للدوكيومنتيشن كملخص لحالة شايلد ابيوز جيالي في المستشفى، لازم اعمل لها جود دوكيومنتيشن لان هو ده اللي هيحمي الشايلد ويحافظ على حقه. اول حاجة the medical record may be the only documentation of abuse. اي حاجة اتعملت له في المستشفى lab test x-ray او report لازم كل ده يتسجل ويتحفظ. لازم اعمل written وphotograph documentation للإصابة، ارسمها واعمل sketch واصور. written documentation should be without medical abbreviation، احاول التقارير بتاعتي ما يبقاش فيها medical abbreviation. التقرير دايما يبقى وافي كامل يشتمل على child's height والweight and development assessment. اعمل description كويس قوي للphysical injury. والدوكيومنتيشن should include whether the history is consistent with the finding and the developmental age of the child. يعني بعد ما خلص الدوكيومنتيشن او الملاحظة ان التروما اللي باينة عندي دي ماشية مع الايج بتاع الشايلد ولا لا. Thank you.